تمت مضايقتها في المدرسة لأنها كانت مختلفة. في عمر 13 تركت الهند وانتقلت إلى الولايات المتحدة، عاشت مع عمتها والتحقت بمدرسة هناك. ولأنها تمتلك موهبة منذ الصغر، اشتركت في الكثير من المسرحيات، وأيضا شاركت في الكورة المدرسي والكثير من الأنشطة الفنية. لكن تشوبرا لم تجد الترحيب من قبل الأطفال هناك. الفترة التي قضتها في أمريكا لم تكن مريحة نفسيا على الإطلاق. المعاملة معها من قبل الأطفال لم تكن جيدة، وكانوا يطلقون عليها الأسماء مثل براون. دخلت تشوبرا في حالة نفسية سيئة، لكنها كانت تجتهد في المدرسة رغم تلك المعوقات. تقول: كنت طفلة بلهاء ولم أكن أثق بنفسي كثيرا، وكانت لدي علامات بيضاء على ساقي، والآن ساقي تبيع 12 علامة تجارية. بعد 3 سنوات عادت تشوبرا إلى الهند، حيث أنهت السنة الأولى بعد تعليمها بالمدرسة الثانوية. تشوبرا كانت دائما تعتقد أنها ليست جميلة، وعائلة تشوبرا كانت أكبر الداعمين لها ودائما ما ترفع من معنوياتها. في تلك الفترة وبعد مساندة كبيرة من والدتها، تقدمت تشوبرا لمسابقة ملكة جمال الهند، والمفاجأة أنها فازت بالمركز الأول، فكانت لحظة لا تصدق بالنسبة لتشوبرا. وفي لندن عام 2000 فازت تشوبرا بلقب ملكة جمال العالم. في تلك الفترة تشوبرا كانت طالبة في الجامعة لكنها تركتها، وبسبب فوزها بلقب ملكة جمال العالم بدأت في تلقي الكثير من العروض لأدوار في أفلام، ومن تلك النقطة بدأ مشوارها الفني. والد تشوبرا الذي كان قريبا منها بشكل كبير جدا هو من ساندها في مشوارها الفني. كان ظهورها الأول على شاشة السينما عام 2002، لكنها شعرت أنها تمتلك المزيد، وفي عام 2003 ظهرت في فيلم أنيل شارمز، وتلك المرة قدمت كل ما لديها في الدور، وتوالت الأفلام وسطع نجمها في سماء بوليوود. لكن تشوبرا طموحاتها كانت عالمية وليست فقط محلية. بعد كل هذا النجاح، تشوبرا كان ينقصها شيء واحد، ألا وهو الحب. وقعت في حب المغني الشاب نيك، وسرعان ما تطورت العلاقة وتزوجها. تشوبرا معروف عنها الأعمال الخيرية، فهي مهتمة بقضايا الطفل على مستوى العالم، وتم تكريمها من اليونيسف بجائزة داني كاي الإنسانية. تقول تشوبرا: أعتقد أنه أمر رائع أن تكون معيبا، أنا معيبة للغاية، وأنا أحب ذلك بهذه الطريقة.